طيب دكتور زغلول، نحن هنا في القناة التاسعة أطلقنا حملة إلا تنصروها، المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردنا من هذه الحملة أن نخاطب المسلمين وأيضا غير المسلمين من شعوب الدول الغربية، فنود من حضرتك أن تشاركنا في هذه الحملة وأن توجه كلمات باللغة العربية وأيضا باللغات الأجنبية لهؤلاء من خلال تلك الحلقة في برنامج رأيي، من أجل أن ندافع عن النبي المصطفى، ومن أجل أيضا أن تتضح الصورة لشعوب الدول الغربية عن النبي المصطفى كاملة، بعيدا عن التشويه الذي يلاقيه المسلمين في الفترة الأخيرة. أولا أنا لا أدري ماذا أعجب الرئيس ماكرون في الرسومات المسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبرها حرية شخصية، ولا أرى فيها يعني لمسة من الحرية، أرى فيها قلة الأدب وقلة الحياء وقلة الثقافة وقلة العلم وقلة التدين، خاصة وأننا نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ليس من بعده من نبي ولا من رسول، كلامه هو آخر صورة من صور الهداية الربانية للبشرية جمعاء، بل للإنس والجن، والإساءة إليه هي إساءة لدين الله بصفة عامة. ونحن معشر المسلمين نؤمن بالأخوة الإنسانية وبوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء، ونحن لا نفرق بين الأنبياء وبعضهم البعض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فالذي يسيء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنما أساء لكل أنبياء الله، عيسى وموسى ويعني إبراهيم ويعقوب وإسحاق وكل أنبياء الله عليهم. ولذلك يجب أن نعرف الناس بهذه الحقيقة، وأن المساس بعقائد الناس عموما يعني أمر مزعج للغاية، وقد سبب هذا المحاولة الإساءة للأنبياء السابقين حروبا طويلة قضى فيها يعني مئات الآلاف من الشباب، ماتوا ظلما وزورا لإثارة مثل هذه الفتن بينهم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ شيئا من سيرته العطرة يدرك أنه أكمل الناس وأكمل الأنبياء وأشرف خلق الله، وأنه يعني أدى قام بدور لم يستطع أي إنسان آخر أن يقوم به. طيب دكتور زغلول، هل من الممكن حضرتك أن تشاركنا بالفعل يعني في حملة القناة التاسعة إلا تنصروه، وأن توجه رسالة للمشاهدين في العالم الغربي باللغة الإنجليزية؟ I would like to say that the attack against Prophet Muhammad, peace be upon him, in many European countries has harmed the feelings of Muslims enormously. And I would advise every sane person to look upon the messengers of Allah with great respect, because these are the chosen people from God. These are people selected from the millions of human beings to guide humanity and to lead it on the right path. If you encourage ignorant people to attack messengers of God, messengers of Allah, you are bound to lose respect, lose integrity, lose ideals in front of your eyes to follow. In Europe, they consider this practice as a source of human liberty and human right of expression, and I dare say that this has nothing to do with rights of expression. This has nothing to do with educating people or يعني, trying to give something to others. You are misleading people. You are misdirecting people. And I would like Muslims to write more about Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and explain to the West the value of this
seal of prophethood, last messenger from God, the best man ever created, and read what Western Orientalists have written about Prophet Muhammad. Christians, Jews, and atheists have written wonderful tales about Prophet Muhammad. And I recall that Belgian, a Dutch politician, who has produced a dirty film against the House of Muhammad, and when he read about the life history of Prophet Muhammad, he converted to Islam, and about 35 people from his family and friends, including his sons. Yeah. And this man came for pilgrimage, and he stood in front of the tomb of Prophet Muhammad, peace be upon him, and started crying until he collapsed to the ground and fainted completely. And now this man is defending Islam and defending Muslims and defending Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as best as not many people can do it. Wonderful, دكتور زغلول ما شاء الله الله أكبر على حضرتك، ربنا يبارك فيك ويعزك دايما، وبشكر حضرتك على مشاركتك في الحملة دي، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون لها صدى في العالم الغربي. يمكن حضرتك وضحت من خلال آليات إجابة حضرتك بالعربي وأيضا نفس الكلام بالإنجليزي، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا ينفع بحضرتك دايما يا رب. آمين آمين، شكرا لكم يا أخي. تسلم يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك.